مخلفات الاحتلال هذول لما انسحبوا اليهود من اراضينا من خان يونس رحنا ولقيناهم جمعناهم على اساس نبيعهم للناس حطب انه من قطعه الغاز. يعني جمعنا صناديق اكثر من صندوق 600 صندوق مش قليل، من كل المربعات كل مربع نمرق فيه نلاقي فيه صناديق، وجمعناهم وجبناهم نكسرهم يعني نبيعهم حطب للناس من قطعه الغاز. هذا من مخلفات الجيش يا عم، نستعمله كوقيد، ناكل نشرب منهم يا عم. هذا الجيش هذا اللي فجر في دورنا هذا، وهي بنشتري بمصارينا يا عم، واليوم الكيلو غاز حقه 100 شيكل وبدك مليون ونص عشان نجيبه. لمين نروح يا عم؟ شوفوا لنا حال يا عم، افتحوا المعابر حلونا يا عم. ايشنا نسوي؟ فش حطب، نزلوا كل الاحراش اللي عندنا قطعوهم وباعوهم من القله يا عم، والله من القله والله. الابواب هاي حلوق ابواب دور يا رجل، الناس ده نقصها وهي ببعونا اياها.